ايكولايزر. شفتوا بسجل حلقة وقاعد اسولف، ايش رايكم فيه بالله؟ اضربه اسطره. Say hi to the camera. Hi. طبعا عبد الله عندي ضيف، ما ادري عاد كذا احس اني حست الكاميرا اصبر خلنا بشوف. عبد الله عندي ضيف له كم يوم بس انه رمينه كذا ورا الكواليس عشان بما انكم انت ايش بالذات في Resident Evil، يعني نظبط الكاميرا بالذات في Resident Evil. ما لكم دخل صح، انتوا جايين تشوفوا شافل نايت. المهم السلام عليكم ورحمه الله، اف اتش دي معاكم من خلف الشاشه وعبد الله من خلف الكواليس. نكمل معاكم اليوم رحلتنا مع الكابتن الفارس المغوار ابو مقرفه. فهنا عندنا كويست، هذه عندنا اوكي هو مغطي علي يعني هي ماشيين على كيفه. طب لو في هنا هذه فيها فيها فلوس. طبعا قبل شويه رحت في درع اللي قلت لكم عنه الحلقه اللي راحت اللي هو وش المرحله دي، في درع قلت لكم عليه الحلقه اللي راحت لونه احمر اذا مت يخلي الفلوس اللي تنزل مني شوي. قلت على اساس انه هو اللي بشتري، بعدين قلت اصبر في سبيشل، في حركات سبيشلز في المجرفه نفسها، تصبر خلنا نشوف يمكن تطلع لي حركه حلوه. قلت ابغى اخذ واحده اذا ما عجبتني ابغى اطلع اسوي يعني بطلع من اللعبه اخش من جديد. الزبده انا ما مداني اشتري الخاصيه الا هذا لك اوتو سيفنج على طول. نكب امي الزبده طلعت في النهايه رخيصه. شوفها حتى شوف انا اتحرك معلق. كا مي ها مي با ابو كذا اوكي هذا ما ينطق صح من فوق نار ليش تغطي الطقيقات؟ والله انت واحد غريب. اصبر قبل لا يروح للمكان هذه تكمله يعني ولا كيف؟ ولا تحت في مكان؟ شكل تحت في مكان. خلنا نخلص اليمين بعدين نروح للمكان. اخباركم شلونكم طيبين ومبسوطين عساكم بخير؟ كيف الاستعدادات للويكند؟ اي تخطيطات؟ طبعا مجهز لكم شطحه ويكند من اللي يحبها قلبكم. انا مشكلتي اخبص المواضيع في بعض. اوكي انا لو نزلت تحت بموت صح؟ بس ما يمديني اخذ، لا اصبر يمديني اذا استخدمت عقلي. يب دخلها زي كذا يا فهد. قال لك استخدم عقلي. استخدم عقلي مين؟ استخدم عقلي جناي. على طول جبنا العيد. شوف راحت فلوس، شوف المشكله يحطوا لك اياها في اماكن يا اخي ترفع الضغط يا اخي. شكرا. هيجي 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 اوكي. طبعا انا ما ابغى اسوي دروب الشفل علشان ايش؟ يا بثل. يندبح. بس من فوق علشان شو اسمه عشان الاخ مولع. This monster on fire. وما في فايدة دي لو انا بطيح. اوكي ما في شيء. This monster on fire. اوكي انتوا قلتوا لي قبل كذا لحد لا عاد تغني في هذا فانا اسف تحمست من جديد وغنيت. قوم انا صايمين. نو ابعد ابعد وطح وطح. ايوه ليش المجيك رخيص؟ ايوه وش ذا اللي تحت؟ وات؟ ايش نسوي؟ هذا واضح انه لازم ننزل له. هاي بانزاي وات؟ بس كذا؟ ده انت طلعت على الاخر يعني. خمر وش ذا؟ ايش فيه؟ ليش الحماس هذا؟ المفروض اوكي. ايه تورو اولي هاي ها هاي ها على شغلنا رايحين. طبعا في احد الخاصيات برضو انه من ضربه واحده اغلف هذا كله. تبدا المفروض اني بديت مع الدرع اللي يخفض هذا لانه من كثر ما اموت انا اخسر فلوس ومحتاج فلوس علشان افتح الابجريدز. ما ادري ايش احس وضع الكاميرا غير ما ادري. المهم زبده كويس اذا انتم شايفيني كويس، اذا ما انتم شايفيني ترى انا موجود هنا. الو هل ايوه ايوه يوب ابدا من جديد ما اخذت شيك بوينت. انا كنت ابغى اطلع فوقه لكن قلت ما ادري هل راح ياخذني فوقه ولا لا. يا كيس طاعد عن طريقي. واتا هادوكن
هذوكن. نو اوكي اشلو. اوه هلو اوه هلو دفاعها المرة راحت لك ما ضربتني يعني فعيب عليك عليك المرة تضربني. راح فوق تحمس اوكي هناك ما في شيء. نرجع للأخذة النكبة. اوكي اوكي انا قايل يا اخي بس قلت خفت شو اسمه اطلع فوق ويضربني ولا يصير شيء. بسرعة يا مخيس. اوكي 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 لا راحت علي. عندي اللي اخذها بالريس. لا ما عندي والله راح اخاطر. طبعا الصوت هذا اللي تسمعه. ايوه ايوه اوكي اوكي قامت الواجب. ماجيك از او بي. هذا طريق ولا بموت؟ اوكي شو يعني قلنا في حيث انها كانت طيحه. اوه اسفي دي سمكه بيرانا بيرا. اوكي ما تنطق. ادوكن ادوكن اوكي ما نفع. ايوه والله بغيت. نو نو اوكي ادوكن ادوكن نو. روح بيت روح ابعد عني وسيبني في حالي. الغثاء الغثاء الغثاء. اذا احنا ده على طريقنا. او صار يضرب ضربتين كمان. اخلص هات فلوس. باي باي. انا نضيع لي فلوس كثيره بس يلا. عشان تاخذ لازم تعدي. اهلا امزح امزح. نو في مكان فوق. شكرا انا افكر فيه. ايوه سويها. واو اصبر. واو تشيك بوينت هنا شفت عنده على طول. لكن السؤال هو كيف. لا ما نحتاج تفكير يعني. العب عليك يعني صراحه تفكر فيها. هادي هوبا 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 كل شيء يسوى. ايش هذا؟ هذا الشيء الظاهر بيخليني اموت. طيب تعال. اوكي. الحين. بس بس. طيب. استهبل. وين اروح طيب؟ اوكي. هذه طبعا صارت النوتيفيكيشن حقتي ما ادري اذا سمعتوها في احد الحلقات ولا لا. يلا نشوف الطريق الرجعة. نو نو نو. الحظ انه الحظ يا سادة. نو ما خذها. I want it. هذه واحدة.
يطلع. هذه 700 تاس ممتازة، 700. اللغة العربية، إنها اللغة العربية الفصحى، 700. خلاص خليك سلام. هاي ها هاي ها هاي ها. يا جماعة اللي قاعد يصير هذا استهبال. أخذت معي تحت. ستوب وقف. المشكلة إذا قعدت ساهم تحت يقعد يعلق. بينك بينك بينك. خلاص وقف. يعني سويت كذا يقعد يعلق. شفت؟ وات تستهبل. صدار راح كل. أوه بيروح على تشيك بوينت. لا تقول. لا. الحين نبغانا تركيز كامل لين اوصل تشيك بوينت ثاني. هذي كيف؟ كيف؟ لو ضربتني تحت ما راح استفيد. اضرب لي في النص. اوكي 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 اوكي. بعدين نضرب هذه. اذا اعتقد يمدينا نط صح؟ اوكي. اخذنا تفكير كثير. اوه اشوى. حسبت اني مت. ايوه ايش الحركات الوسخة هذه؟ شتابي. طيب مش عندك المرة. داش ثرو ديرت اند فولز الايك 3000. الله داش ثرو ديرت جيب. شوف يا عيال الرزة المزدوجة. وات ما تطير. لا يا مخيس حسب تطير. انت مقلبت والله. في مجال زي وانا العب من وراكم دخلت عند منطقة وفيها ملابس، ففي ثلاث اشخاص قاعدين يقولوا لي انه لو عندي فلوس كان شريت ال شو اسمه كان شريت ال لا اله الا الله. اي كان شريت المتجر يعني. ففي واحد ثاني قاعد يقول انه انا مشتهي اشتري شو اسمه بنطلون ذهبي وحاجه زي كذا. الثالث ايش قال؟ كيف كذا؟ ناهي هيا هيا هيا. انا ما في كم سالفه. ثالث المهم كلهم كانوا يبغوا مني 1000 يا عم خيس. كلهم كانوا يبغوا مني 1000 فاعطيت له واحده من اعطيت للمزه يعني. قلت يعني ما نضمن للمزه يا اخي. طيب واضح ان المكان هذا ما عندي نخش له. فاعطيت المزه وقالت اوه ما توقعت انه في احد مخفى زيك وبيصدقني. واخذت فلوس انحاشت. جود ستوري. اعتقد هذه عندنا اللي هي تسوي حاجة. اب صور يمكن ما تنفع. خلاص ما تنفع.
طيب نرجع نكمل. يا اخي اللعبة رهيبة يا اخي في تصميم المراحل. اوكي لعبة رهيبة جدا في تصميم المراحل. ام بي سي ويا. طيب اوكي كويس very good. طيب حركات نايس والله. طب كيف كم انا وات توني بقول كم انا فطين وات شو المقلب المخيس ذا. ما انتبهت ان العمود وما انتبهت اني واقف في مكاني ما تحركت. مخي صدع ايش صار. بديك شو اسمه تقعد فترة وبعدين توقف. طيب طيب اوكي 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 It's a temporary thing. خلينا في السليم مع انه فلوس يا اخي مغريات وسخ دنيا. ايوه طيب طيب الماجيك الرهيب. عدوكن دجاجة. لا 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 ما تروحوش يلوس على شوف الإغراء يحط لك. وانا اقول يا اخي ايش اللي واحدة فيها كده واحدة إغراءات يا رجال. لا لن أيأس ابدا. ايه الحركات الوسخه دي يا جدعان. اوسخ من كده ما فيش. يوه اطلقناه. هي البلشه هي البلشه بسرعه. فوف 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 تنبس إلى البوس يا جدعان. الله كمية ماجيك. خلاص خلاص درينا درينا. وحتى هذا جوا خوذة. طيب مول نايت حتى أنا جوا خوذة صح. ليش ما سوي صوت مكتوم بعد تاني فهم تاني استوعب. طيب You're out of your depth Splinker. Are you lost? هذا أنا. طيب الحين نعطيه صوت ضخم وبعدين أنا. These rooms belong to the ages Mole Knight. أو مول مولات يعني. They are mine now. But more importantly, is that your digging implement?
I'm Madrushu. You made it 10 feet down with that rusty trinket. والله ما ادري قاعد يتريق على المجرفة حقتي. والله ما دريت المجرفة ايش قاعد تسوي يا ابوي. I will bury you. عاوز يدفني. تدفني انا ده على قصتي. What? Woo-hoo-hoo-hoo. اوكي اوكي امزح امزح لحظة دقيقة دقيقة. دقيقة what okay what ترى ما ضربت انا ماني فاهم اللي قبل شويه هذا اللي تقعد تنور وش سالفتها او 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 اوكي هو يلحقني زعلنا زعلنا يا جماعه نين 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 يس من اول مره يا حبيبي باي باي انا الايه علي تفني تدفن مين يا حبيبي انا بطل الجرافه اوه كنز قوم 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 مو وقت احلامك قوم خلينا ناخذ هذا لا حول الا ينام قوم ابك علامك انت نحول ايش سمت هذه الفارسة الدرع شيها نحول دقيقة 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 هيا 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 توني ما مزلت ما جمعت فلوس جهر هب هاي ها هاي ها يا عمي يا اخي انا احيي بصراحه المنطق اللي عندي يولع شبه نار يحفر تحتها تطلع ذهب نبغى نسويها مره مرات كذا نطلع طلعت برا يا عيال نولعنا شبه نار ناخذ غفوه ثم نقوم نحفر اي ابجريد هيلث مجاني اوكي وكذا تنتهي مغامرة فارسنا المغوار أبو مجرفة اوه قلنا حلقتين هنا ثلاثة في هذه فيها فلوس تعال خلنا نخلصها سوا بالغلط اوكي نزود لكم شو اسمه إضافة أحد زكاة. Trouble friend, have you lost your way? أو هذا مزعل زعلان. But the best gear, the slickest armor, the strongest robe. طيب. Pardon. Pardon, madam. Are you in need of help? Do stick up. Order of no quarter clowns have no idea what they have missing. What they are missing. Hey, you look like a knight. You look like a knight. Okay. Shovel Knight لو سمعت Shovel Knight okay. At your service في خدمتك But I am not in a league So I heard that if you beat a knight You get to take their title right? لا نقول إذا أنا سمعت أنه إذا ذبحت فارس تأخذ الرتبة حقته لا خليك لوحدي أخص أخص أنا هايد شوفش قال please don't do something you will regret I don't want طبعا ما كمل بس في المهم يقول أرجوك لا تسوي حاجة وبعدين تندم عليها كيف الهيط the great buzz night like the sound of that
they will have no choice but to accept me now. Baz Knight. Ah, هو اسمه باز. Okay, Baz Knight. فارس باز. Come on, let's do this. يا أخي ما أبغى أذبحك يا أخي. شكلك كذا حلو. زبدة. أنا جبته في نفسي. أوه بالصوت شغال. Okay. في حاجة غلط يا جماعة. في شيء غلط. أوكي زعلنا. والله أنا بموت موتة الكلاب. كيف براسه بس خرب عليه. زي اللي يقولوا لي لا تقعد فوق راسه. أنا فين؟ يلا يلا أخذ ضربة. مين هيضرب الثاني؟ يس! قلت لك لا تسوي حاجة وتندم عليها. لا تسوي حاجة وتندم عليها. المجرفة. قوة المجرفة. No way. Not even my best move could face you. منصدم يقول لي حتى أقوى حركاتي ما قدرت يعني. فيز كيف فيز؟ إيش يعني فيز بالإنجليزي؟ ها؟ إيش الترجمة لأبو كلبية هذه؟ خليك خليك. فيز يو يعني على قولته تهزم. Well fought. If you can accept defeat like a true knight, you will always have your dignity. أخي أنا والله رهيب. أنا رهيب. قلت له شو اسمه مبارزة جميلة. إذا قدرت تتقبل الهزيمة فأنت راح تكون صاحب إيش يعني دقيقتي؟ كرامة. كرامة لا كرامة تيجي كرامة. أوكي كرامة. Now شو قاعد يبكي. Now they will never let me into the order. Never ever ever. معلش معلش ياش 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 ياش. ترى امزح ترى. اوكي شكرا. طلع طلع فلوس. قال لك ايش يبغى ياخذ ال تعال الشاف النايت حبيبي. باي باي. اوكي خلاص كذا بما انه سيف طبعا بخش ما يحتاج تخشوا معي المدينه. شو اسمه محارمنا جوا ما راح ادخلكم معي. أتمنى أنكم استمتعتوا في الحلقة هذه. وإذا ما استمتعتوا أنا جدا آسف كالعادة. آسف جدا. أنا قاعد أسوي اللي علي. وإذا ما استمتعتم فأكيد أنه الأذواق مختلفة أو أدائي ما ناسبكم فأعتذر وبشدة بالنسبة للموضوع هذا. شوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة وتختيم قادم أما قريب إن شاء الله. فتكم عافية. السلام عليكم.